مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج هاشتاج. وهاشتاجنا لهذا اليوم بعنوان الطفل والاعلام. ما هو وضع الطفل بالكويت وهل هو محمي كفايه؟ ما هو تاثير تعامل الطفل مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ وعلى من تقع مسؤولية تأثر الطفل سلبا وإيجابا بالإعلام؟ كل هذا وأكثر في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج هاشتاج. ولكن بداية نتعرف على ضيوف حلقتنا الأفاضل، والبداية مع الدكتور حسن الموسوي، استشاري نفسي واجتماعي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا سادة الأجمعين. وكذلك معي في الاستوديو الأستاذة نيفين معرفي المحامية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، أذكر من جديد عنوان هاشتاجنا الطفل والإعلام. ولكن قبل أن نبدأ هذا اللقاء نبدأ بهذا التقرير الافتتاحي، ومن ثم لنا عودة لبدء الحوار. ومن بعد هذا التقرير نعود من جديد مشاهدينا الكرام، وعنوان هاشتاجنا الطفل والإعلام. ونبدأ من حيث توقف التقرير، ورحب من جديد بضيوف الأكارم في الاستوديو. ونبدأ ضيوفي بهذا السؤال العام، نأخذ في انطباعكم الأولي والعام عن هذه القضية، ومن بعد إن شاء الله ندخل في تفاصيل القوانين والقرارات. لذلك قبل الدخول في تفاصيل قرار نيابة الأحداث، كيف تقيمون وضع الطفل بشكل عام بالكويت؟ هل ترون أن القوانين المعنية الحالية الموجودة تشكل حماية كافية له؟ وهل هناك إغفال لجوانب أخرى دكتور يجب استغلالها لحماية الطفل غير القوانين؟ نعم، أولا يعني بداية أولا نحيي من وضع هذا القرار أو وضع هذا القانون، ونتمنى تنفيذه حفاظا على أولا خلينا نقول الترابط الأسري، وحفاظا على حق الطفل، وحفاظا على شخصية الطفل من الانهيار والضياع. خلينا نقول في البداية يعني لو رجعنا إلى السبعينات كان هناك توجه إعلامي كبير، ويشارك في هذا التوجه الكثير من المختصين في عمل برامج لتنمية الطفل، لتنمية مفهوم الطفل، لتنمية أفكار الطفل، لتنمية مشاعر الطفل، لتنمية سلوك الطفل. فكانت هذه البرامج هادفة من أجل توصيل الطفل إلى مرحلة متقدمة من النضج العقلي والنضج الانفعالي، ومن ثم تكون شخصيته سوية. الآن بعد ما دخل علينا أو خلينا نقول الإعلام المنفلت والسوشيال ميديا، فأكيد وبلا شك راح يتأثر الطفل، أو الطفل ينال نصيبه من هذا التأثير. طبعا احنا لازم نعرف ان الطفل له حق وله حقوق، وبالتالي لابد من حفاظ على حقوق الطفل من الضياع، وايضا حفاظ على الطفل من ان يتدخل في يعني مسارات نقول عنها مسارات ضايعة. الطفل الآن اعتقد ان سريع البديهة، الطفل لم يعد كما كان السابق. الطفل الآن نتيجة للتغيرات اللي خلينا نقول الإعلامية، والتغيرات اللي حدثت في العالم مش بس في المجتمع الكويتي، بدأ يكون سابق لعمره. احنا قاعدين نشوف الطفل قاعد يتعلم أشياء احنا يوم كنا بأيام في عمره ما كنا نتعلم او كنا نفهم هذه الأشياء. أتكلم من ناحية التكنولوجية، من خلال البرامج اللي يحطها حق نفسه ويشتغل على الأشياء هذه. فبالتالي أنا أعتقد أن الطفل اليوم يختلف عن الطفل. والطفل اليوم دكتور هل محمي كفاية سواء عن طريق القوانين أو في أي حل آخر أنت ممكن تقدمه بصفتك أيضا دكتور، وشايف أن في حلول أخرى لحماية الطفل؟ هو الحقيقة في يعني في قوانين وفي حقوق للطفل، لكن المشكلة أن هذه الحقوق ضايعة، أو بمعنى غير منفذة أو غير مطبقة، وبالتالي نجد أن الطفل يعيش في ضياع. لذلك أنا أعتقد مثل هذه القرارات، مثل هذه القوانين تؤدي إلى وضع ضوابط من أجل تحديد المسار ومن أجل الحفاظ على وضع الطفل اليوم بالكويت. أنت شلون تقيمه؟ والله إيجابا ولا سلبا؟ يعني أنا شخصيا كاستشاري نفسي بقول شيء، أقول الطفل في الكويت يعني صحيح أنه مدلل، صحيح أنه قاعد ينعم بحياة اجتماعية مرفهة ناحية مادية، لكن نفسيا متحطم. واضح. يعني عنده كل شيء، عنده جميع الوسائل، عنده جميع الأجهزة وجميع شيء متوفر له، لكن تعالي من الناحية النفسية، الاحتياجات النفسية في عدة نواحي، من الناحية النفسية لا يشعر بالأمان، عنده قلق، يعيش في حالة من الاكتئاب، يعيش في حالة من التوتر، يعيش في حالة عصبية. لماذا؟ لأن احنا ركزنا على الماديات ولم نركز على الأساس. راح نرجع بإذن الله إلى الأسباب وبالتفاصيل خلال الحلقة، ولكن أيضا أخذ وجهة نظر الأستاذة نيفين معرفي المحامية اليوم معنا.
هل هناك إغفال لجوانب أخرى يجب أيضا استغلالها لحماية الطفل غير القوانين؟ وهل القوانين الحالية الموجودة تشكل حماية كافية للطفل أم أن هناك تعديلات يجب أن توضع أو تعدل؟ بداية أنا أشكر النائب العام على هذه الضوابط، المستشار الأستاذ المستشار ضرار العسعوسي على هذا الاهتمام في الطفل، وأيضا وضع هذه الضوابط اللي وضعها وتم الإعلان عنها في 6 ديسمبر 2018. هذا يدل على اهتمام الدولة وأيضا اهتمام النيابة العامة في النشأ والأطفال، ومراعاة أيضا للظروف اللي حصلت بسبب السوشيال ميديا وقانون الطفل وقانون أيضا الأحداث. وأيضا أشكر نيابة الأحداث على اهتمامها لما شافت هناك قضايا كثيرة بدون وضع ضوابط قد تقع من هذا المسكين المجني عليه، أنا أسميه وليس بمتهم، أمام السوشيال ميديا، وأيضا صارت وسيلة مباحة للأطفال. فبالتالي هناك ضوابط موجودة بالأصل في قانون الأحداث وأيضا موجودة في قانون الطفل، ولكن تذكير فيها وأيضا فيها التزام بوضع سن 13 سنة وتسع ضوابط تكلم عنها النائب العام وأيضا نيابة الأحداث. هناك قوانين كثيرة خاصة بالطفل، نعم، في سنة 2015 تم طبعا التحدث عليه فيها وتم تفعيل هذا القانون، والسلطة التشريعية شرعت لنا قانون يحمي الطفولة، القانون رقم 21/2018، وعندنا أيضا قانون الأحداث اللي يحمي الأحداث ويخفف عليهم أيضا العقوبات، وذلك بتأهيلهم في دور الخاصة بالتأهيل، دور التأهيل. وأيضا النيابة، نيابة الأحداث تهتم بهم وتراعي هؤلاء المراهقين حتى ما تكون عليهم عقوبة مشددة، بل تكون عقوبة تتناسب مع سنهم. أستاذة، قرار نيابة الأحداث اللي هو يتعلق بتحديد عمر 13 سنة كحد أدنى المسموح فيه لاستخدام الطفل لوسائل التواصل الاجتماعي، نعم، هذا القرار ملزم بطبيعة الحال؟ يعني اليوم أي شخص يخالفه راح تطول عدة جزاءات أكيد. لازم يكون مستعد لها، بس احنا بنوضح أهمية هذا القرار لأن البعض ما يقتنع إلا إذا صار قانون. نعم صح، نعم. أما القرار يؤكد على قانون معين أو يعيد وضع الضوابط، البعض ممكن يتساهل على غير علم ودراية كافية أنه لا، هذا راح تطول عدة مساءلات قانونية. لا، هو الضوابط أو القرار اللي صدر بالضوابط التسعة اللي تكلمت عنها النيابة العامة ممتازة جدا، وكثير من الدول تتمنى هذا الكلام، نعم، علشان تحمي النشأ وتحمي الطفل. احنا الحمد لله يعني واعين وعندنا قد ما نقدر نحاول ان احنا نساعد الطفولة بدليل وجود قانون. على فكرة لو برجع انا للدستور الكويتي، الدستور تكلم عن الطفولة واحترام الطفولة والنشأ وحقوقهم، فبالتالي احنا يعني من زمان نتكلم عن الطفل مو اليوم، ولكن كان لزاما علينا ان احنا كنا نسوي قانون اللي هو صدر في سنة 2015. جينا بعدين حطينا ضوابط خاصة بقانون الأحداث، وتلاقون انتم بالضوابط مكتوب، نعم، بعد الاطلاع على القانون رقم 21/2015، يعني انا عندي قانون. إذن أنا قراري هذا يؤكد هذا القانون وينبهك، وينبهك. اليوم الوضع اختلف، أيوة، يجب أن تكون مسؤول عن كون فعل يبدر منك تجاه هذا الطفل. احنا نسميه التفعيل للقانون، للقانون من خلال هذا، هذا اللي حصل الآن معي. إذن إن شاء الله بعد هذا الفاصل راح نتطرق لهذا القرار والقانون بشكل أعمق وأدق، انتظرونا. من بعد هذا الفاصل نعود من جديد، عنوان حلقتنا الطفل والإعلام، ونبدأ محورنا الأول وبدنا الأول في الحلقة معك أيضا دكتور حسن. ما هو تأثير تعامل الطفل مع وسائل التواصل الاجتماعي على نفسيته أو حياته، خصوصا إذا كان صغير في السن؟ يعني إحنا قرار النيابة كان إن ما دون 13 غير مسموح إنه يستخدمه، يحظر عليه القانون، فأنت ما أقل من 13 أو حتى ما فوق 13، هو طبعا هل التأثير بالضرورة يكون سلبي؟ أكيد، يعني الناحية السلبية راح تكون أكثر، هناك مجموعة من الآثار، آثار نفسية، آثار ذهنية، آثار اجتماعية، يمكن آثار صحية، فبالتالي كل هذه الآثار تؤثر على. ليش التأثير السلبي أكبر من الإيجابي؟ لأن أولا الساعات الطويلة اللي يقضيها الطفل مع هذه الأجهزة والسوشيال ميديا، هذا رقم واحد. اثنين، أن الطفل يكون مستقبل
وليس مستقبل مرسل في نفس الوقت. وبالتالي عملية الالتقاط وعملية السلبية هذه في استقبال هذه خلينا نقول المعلومات أو المفاهيم أو الصور، بالتالي لا شعوريا هذا الطفل يتأثر، وبالتالي يجد نفسه خلاص صار أسير لهذه المناظر أو لهذه الكلمات أو لهذه السلوكيات. نعم. فبالتالي نجد أن مجموعة من الأشياء تتغير عند الطفل. أولاً خلينا نقول القيم الاجتماعية خلاص، يعني القيم والهوية المجتمعية هذه راح تروح منه، لأنه خلاص تأثر في شيء خارجي. نعم. رقم واحد. رقم اثنين، أيضاً يمكن ما يقعد مع أهله ساعات طويلة، أنك كله عازل نفسه عن الأهل، دخلنا في العزلة. أيوة، العزلة والوحدة، وبالتالي نجد أنه خلاص ما عنده القدرة على أنه يتكلم يعني مثل أي إنسان آخر، يعني عنده القدرة على الحوار وعلى الكلام، لأنه هو قاعد يسمع فقط. فبالتالي هذا الشيء يأثر عليه، لأنه كثير يعني كثير من الأولاد يصير عندهم نوع من الصعوبة في الكلام أو التأخر في الكلام، لأنه خلاص يتعامل مع الأجهزة أكثر من البشر. أي استقبال، بس يسمع، بس يسمع ويشوف، بس يسمع ويشوف، أما يتكلم أما يحاول هذا الشيء. إذا إحنا قلنا التأثير في البداية على القيم، ثاني نقطة اللي هي التأثير على مهاراته. المهارات. أيضا الشيء الثالث على الناحية النفسية، نجد أنه دائما يقعد لحاله، وبالتالي يصير عنده نوع من السوشيال فوبيا، الاضطراب الاجتماعي، يصير عنده أنكزايتي، يصير عنده نوع من القلق، يصير عنده نوع من العصبية، يصير عنده نوع من التوتر. يمكن هذا أيضا يأثر فيما بعد على شنو؟ على النوم ماله، يصير عنده اضطراب في النوم، ما ينام أو ينام نوم متقطع، أو أنه يصير عنده نوع من الكوابيس، يصير عنده كذا. وأيضا من ناحية الأكل أيضا يأثر عليه، من ناحية الأكل يصير عنده نوع من فقدان الشهية أو الزيادة في الأكل، يعني نعم. يعني بشكل لا شعوري، يعني يأكل يأكل وما أدري قاعد يأكل، لأنه قاعد يعني يطالع وناسي نفسه. فبالتالي هذا الشيء أيضا يأثر عليه. طيب أي الشيء الآخر، نجد أنه يتعلم سلوكيات أو خلينا نقول أشياء من الخارج اللي ما تنطبق على المجتمع، وبالتالي نجد أنه أصبح إنسان فاقد الهوية وفاقد الذات. هذا أيضا يأثر عليه. نشوف بعدين هذا كل آثار لما تصير في مرحلة الطفولة، ممكن هذا الشيء يستمر معاه في مرحلة المراهقة ومرحلة الطفولة، بالتالي يأثر على شخصيته، يأثر على شخصيته، وبعدين هو يشوف نفسه غريب في هذا المجتمع، لأن أفكاره ومهاراته كلها أجنبية أو مستوردة من الخارج، وهذا الشيء يأثر عليه. لذلك إحنا جزء من هذا القانون هو الحفاظ على الهوية المجتمعية، الحفاظ على الشخصية الكويتية من الضياع، لأن فعلا إحنا قاعد نشوف كثير من الأولاد ما عندهم، يعني ما عندهم خلينا نقول الثقافة الكويتية معدومة عندهم، ومن ناحية الأكل، من ناحية الأفلام اللي يشوفونها، من ناحية الأغاني، كل أشياء يعني مستوردة، وهذا شيء يأثر عليه. يعني بكرة نشوف نفسك إن هذا الطفل كويتي لكن ما يعرف يتكلم كويتي. إذن أنت مع الضوابط اللي تنظم عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام. وبالتالي إحنا ليش قلنا الطفل؟ لأن الطفل يعني مادة خام، يعني عنده استعداد كبير لاستقبال كم كبير من هذه هي المعلومات. فعلا اسمها وسائل التواصل، بس هو غير قادر على التواصل، هو متلقي اكثر من انه يتواصل. هو لا يستطيع الطفل في هالمرحله، لا يستطيع ان يميز ما هو صح ما هو خطا، ما هو ايجابي ما هو سلبي. هو يلتقط، بس يلتقط 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 اشياء اللي فيها اكشن، اللي فيها نوع من الاثاره. انت قلت في بدايه حوارنا دكتور ان الطفل اليوم مختلف عن طفل الامس، اليوم عنده نضج اسرع، فهل هل من الممكن يكون مو مستوعب ما يحصل في السوشيال ميديا؟ انا بقول النضج يعني مو من النضج اللي نسميه العاطفي او النضج العقلي، لا، النضج في تعلم الأشياء، يعني نعم. يعني سرعة التعلم، سرعة التعلم. الطفل الآن يعني أصبح الآن ما يحب إنه يتعلم أشياء مملة أو الأشياء الكلاسيكية التقليدية، يعني نعم. مثل ما نقول الموجودة في الكتب. لذلك تجد الكثير من الأطفال ما يحبون يروحون المدرسة، لأن المواد الموجودة في المدرسة ما تثير، ما تحفز الشيء الموجود واضح. عندهم. لكن الأجهزة هذه أو البرامج هذه هي اللي يعني تخلي الطفل يعني يحب الأشياء هذه، ويعني يأخذ وقت طويل في مشاهدة هذا. اتضحت الصورة دكتور. أستاذة نيفين، الحين نتكلم عن الطفل في حالة أنه حب يتواصل من خلال هذه الوسائل، يعني إذا نشر الطفل بنفسه ما يحظره القانون، نعم، أو إذا تعامل مع وسائل التواصل، يعني لا سيما الأطفال هذه الأيام، يعني أنت عارفة يجدون التعامل مع التكنولوجيا، صح، من دون علم ذوي، على من تقع المسؤولية الجنائية؟ الآن يفترض التابع والمتبوع، الأب ولي أمر، أو قد تكون الأم حاضنة بموجب حكم حضانة، نعم، فتكون هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الطفل والإشراف عليه، وأيضا متابعة وضعه في المنزل، نعم، وأحيانا يكون هو في المدرسة
لازم في رقابة أيضا من وزارة التربية والتعليم. واضح. تمام. هناك في مشرفة تابع إذا هذا الطفل يأخذ معه موبايل محظور. المنزل نفس الشيء، الأم مسؤولة عن متابعة أبنائها، مو بس تخلي القرعة ترعى وتطلع هي تهيهي من مكان لمكان، أو الأب أيضا مسؤول. الأب أيضا عليه مسؤولية كبيرة في حال أن وجود أسرة مش مفككة. نعم. لكن لو في أسرة صار فيها طلاق مثلا، ظروف خاصة فيهم، الحاضن هو المسؤول. الحاضن هو المسؤول. الرقابة هذه واجبة، مو بس أنا أعطي الموبايل وأقول له يلا سوي اللي تبيه. صارت جرائم عنف كثيرة بسبب السوشيال ميديا. نعم. لما جت الضوابط هذه تكلمت، أو هناك قانون الأحداث وقانون الطفل، هذا كله من وين؟ من اللي قاعد نشوفه كل يوم. إذن المسؤولية الجنائية تحمل لولي الأمر، تقع على ولي الأمر، الأم أو الأب. من هو الحاضن ومن عند الولد هو اللي يسأل. أقول لك مثال ذلك، أحيانا فجأة يرن تليفون الأم وهي قاعدة في دوامها، ألو نعم معك مباحث الجرائم الإلكترونية، تفضلوا شنو صاير؟ عفوا الجهاز هذا منو مستخدمه؟ تعالي مطلوبة أنتي. أوف الجهاز هذا عند ولدي، تعالي أنت ولدك. يستطيع الأب هنا يرفع دعوة حتى إسقاط حضانة لو تبين إدانة الأم بإهمال. يعني ممكن يستخدم هذه النقطة كثغرة حتى لو هي كان مو قصدها، يعني مثلا الإهمال، أو حتى لو كانت غير واعية إيش قاعد يصير. مسؤولة هي لأن أخذت حكم حضانة، إذا أنت ماخذة حكم حضانة، ونبه جميع الأمهات، أنت لما تاخذين حكم الحضانة مو تاخذين عشان النفقات بس، لا، ولا أنت تاخذين عشان تكشخين أن عندك العيال، أبدا، أنت قاعدة تاخذينه علشان تربين هذا الطفل أو الأطفال اللي أنت احتضنتيهم. أنت أخذتي حكم الحضانة علشان تربويا، نفسيا، أيضا صحيا تديرين بالك عليهم، خلقيا أيضا تكونين طيب أمينة على الأطفال. طيب أستاذة نفيل، لو كان الأب والأم غير مقصرين وفعلا قايمين بواجباتهم تجاه الطفل، لكن يحصل أن الأخطاء، بعض الأخطاء تقع طبيعي. طيب هذا الطفل ذكي كفاية، نفس ما سبق قال الدكتور اليوم الأطفال أيضا أذكية، متحايل على أمه، يعني مثلا هم حاطين لأشياء ومشفرين لأشياء، بس تفاجأتين أنه هو عن طريق الأبستور وهالأمور وكل هالأمور قدر ينزل لبرنامج. الأهل الحين على غير علم أن الطفل هذا قاعد يستخدم هالبرنامج. يصير طبعا. طيب هني المسؤولية على من تقع، يعني هل المؤسسة القانونية مثلا تنذر الأب والأم في تنبيهات، ولا على طول مباشرة كذي حكم؟ لا مو حكم على طول طبعا، فيها إجراءات. فإحنا بنعرف البروسيجر، بنعرف الإجراءات على أساس ولي الأمر أيضا يكون على بينة. الآن اللي يصير كل البرامج الموجودة بالتكنولوجيا أو السوشيال ميديا، نعم، تقول لك محظور لمن دون 13 سنة، ويحطون خط أحمر ودائرة ومدري إيش، ممنوع الدش، وإذا بغيت الدش بإذن من وليك، ولي أمرك، تمام، ومكتوب كذي بالانجليزي. الان في احيانا اطفال يعني يدلس ويلف ويدور ويقول لا انا فوق ال13، والام والاب ما يدرون شو السالفه، او بعضهم ما لا يجدون التعامل مع التكنولوجيا طبعا، ما يعرفوا يقول 13 ولا مو 13. انا بدش صح ولا لا؟ انا ساعات ادش في اماكن مكتوب فوق ال18 ما يصير، تحت ال18 ما يصير، مكتوب وارنينج. ممكن ادش انا عادي، اي انسان ممكن يدش، لان هذا بس تدوسين زر وتدشين خلاص في عالم ثاني. مو بسهوله بعضها توقع البرامج، بعضها لازم في بروسيجر وفي اجراءات، وتعال السي في والمدري ايش والباسبورت نمبر، اي اي دي نمبر ومدري ايش نمبر، ماستر كارد نمبر، فيزا كارد نمبر، كريدت كارد نمبر، ايا ما كان، ما ادري عاد اساميهم الكروت هذه اللي يستخدمونها، يطقون الرقم يدشون عليه عادي. الان احيانا اولياء الامور ما هم يعني ما هم مسؤولين مسؤوليه كامله، يبين هذا طبعا من تحريات المباحث، يبين من التحقيق في نيابة الأحداث. طفل هو خلص يعني في عندنا احنا قانون الأحداث اللي نعم. هو يحاسب أمام النيابة العامة وبعدين يودع في دور بحسب عمره، يعني كل طفل بحسب المرحلة العمرية، لأن قانون الطفل هذا إذا كان مسؤول، إذا كان مسؤول ووقع أكثر مرة دون علم الوالدين بالضبط. أو عدم قدرتهم على التعامل، لكن دائما يفترض المشرع أن الأبوين هم المسؤولين ويتدرجون عاد وفقا ويتدرج طبعا حسب التحريات، حسب المباحث، حسب الآلية كاملة، وحسب ما نشر أيضا. وحتى الأب لو كان هو حاضر ما يفرح هو بحكم الحضانة أنه كسب الحضانة على الأم، هو مسؤول، مو بس يقطها على العمالة المنزلية أيضا. لأنه ممكن نعم. يقطهم الأطفال على العمالة المنزلية وعطهم 60 موبايل يلا go ahead لا وتتكر نعم. نعم. طيب وفق البند الثاني من قرار نيابة الأحداث، لا يجوز استغلال الطفل في الإعلانات والترويج الاقتصادي والربح المادي، ويستثنى من ذلك الإعلانات الإيجابية للترويج عن السلع والخدمات المفيدة شريطة أن يكسبهم قيم تربوية وإلى آخره. دكتور تعليقك على الأثر النفسي لاستغلال الطفل في الإعلانات تحديدا، حتى بالرغم
من تحقيق الربح المادي. أنت شلون شايف هالموضوع؟ هذا طبعا جزء من تشايلد أبيوز، يعني إساءة الطفل أني أنا أستغل الطفل، والطفل هذا ما يدري يعني على نياته أو بريء، وبالتالي يستخدم استخدام سيء بدون ما يدري. طبعا أكو في ناس لماذا يستخدم، أنا طبعا استخدام مثل ما تفضلت إذا كان الاستخدام هدفه والله لمصلحة العامة التربوية لوطنية، أوكي ما في مشكلة، بالعكس إحنا نشجع على ذلك، بالعكس نقول لا، كثروا من البرامج، كثروا من الإعلانات لصالح الطفل ولصالح المجتمع. بس أنا إذا كان الهدف من ذلك تجاري أو استغلال الطفل استغلال سيء، بمعنى أنه والله نعمل دعاية، أو أحيانا يغيرون في ملامح الطفل، يعني يسوون له بعض المكياج أو أشياء عشان خاصة بالنسبة للبنات، عشان البنت تطلع جميلة وصورة يعني زاهية، وبالتالي ممكن هذا يأثر عليها، ممكن أن في نتائج، خلينا نقول نتائج صحية أو نتائج لها تأثير سلبي. لذلك أنا أعتقد هنا لابد من الحفاظ على أولا على حق الطفل إذا صار في شيء، بالتالي لازم في أحد يدافع عنه. نعم. الشيء الآخر حماية الطفل من هذه الأخطار، من هذه الأخطار. ثلاثة محاسبة الأشخاص أو الشركات التي تقوم الشركات يعني. ولا أيضا ولي الأمر، ولي لأن البعض على قناعة بأن أنا مو مشكلة، في البعض أن أنا أستانس بولدي ولا بنتي. أيوة. هنا المشكلة، أنا أكو بعض أولياء الأمور هم اللي يجيبون عيالهم حق الشركات، يقول والله طلعوا لنا عشان الولد يطلع والبنت تنشهر أو الناس كلها تحكي عنه، وبالتالي فبالتالي أنا أعتقد هنا ولي الأمر يتحمل المسؤولية، أنه هو اللي قاعد يعني قاعد يحرض الطفلة أو يحرض الشركات على استخدام طفله في هذا الموقف او في هذا المكان او في هذا المشهد. اعتقد هذا شيء خطير، يعني الاب اذا كان شيء يمكن هو يعني يقول والله حس النيه، يمكن البعض انه والله انا بغيت بس اطلع ولدي وبنتي عشان تكون انسانه مشهوره. طبعا لما الان في الخطوره وين، لما يطلع الولد او تطلع البنت بشكل جميل ويصير يعني حديث الناس ان الولد هذا طلع بشكل هذا، اعتقد في ناس ثانيين ايضا يصير عندهم نوع من الغيره ويقول لا والله احنا لما نطلع ولدنا، لا احنا ايضا نطلع بنتنا يلا، وهذا وبالتالي تصير يعني العملية كأنه يتحدي أو نوع من التنافس بس من أجل إظهار الصورة. والطفل هذا نفسه سواء كانت عنده الرغبة والقبول أو حتى عدم الرغبة وهو مجبر عليها، التأثير النفسي الواقع عليه نتاج هذه العملية أو نتاج موضوع اللي هو الإعلان والترويج. طبعا الطفل يتسم بالبراءة، يعني بمعنى أنه ما يدري ايش قاعد يصير، هو قاعد ينفذ شيء عليه وبالتالي هو ما يدري ايش قاعد يصير، ويمكن هذا الشيء يأثر عليه فيما بعد. شلون يأثر عليه دكتور؟ يعني يمكن إذا حسب المشهد، حسب المكان أو حسب الصورة اللي أخذوه له، يعني يمكن أخذوه بشكل يعني مفصخ أو إنه والله نعم. بشكل مشوه أو بشكل يعني كأنه في نوع من الاستغلال المادي، في نوع من الضحك أو شيء. أي نعم. فبالتالي هذا يأثر عليه لما يكبر، يبدأ يراجع نفسه، يشوف الصورة، يكره نفسه لأن ليش قام بهذا العمل، أو يكره أهله ليش إنه وديتوني في هذا المكان، حطيتوني في هذا المكان، وديتوني عند هذه الشركة. فأنا أعتقد أن النتائج فيما بعد، يعني يمكن الطفل الآن مو واعي أو أنه غير مدرك من اللي قاعد يصير وياه، بس بعدين أنا أعتقد راح يتأثر نفسيا ويتأثر يمكن حتى سلوكيا. يعني من له الحق أن يقيم الإعلان ويحدد أن هذا الإعلان جاء وفق الضوابط أو تجاوز القانون؟ لأن الضوابط تبدو كثيرة عامة ومتشعبة، مع إن شاء الله الأستاذة نيفين بعد هذا الفاصل. طبعا مشاهدينا الكرام، من خلال الصور التي عرضت وتحتها المعلومات التي أيضا توضح لولي الأمر وللمشاهد ما هو مسموح وما هو ممنوع على الطفل وأيضا ذويه حين تعامله مع الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، أعود من جديد كذلك للأستاذة نيفين والسؤال اللي طرحته قبل الفاصل وقبل هذه الصور. من له الحق أن يقيم الإعلان أن هذا الإعلان جاء وفق الضوابط أو تجاوز القانون؟ لأن الضوابط تبدو كثيرة عامة ومتشعبة. أكيد هي المسألة ما هي سهلة في أن أسوي انضباط معين أو أمر معين في هذا الشأن، ولكن شرطة الأحداث وعندش مباحث الأحداث أيضا هي تراقب هذه الأشياء المفروض، وهي من تقوم بوضع هذه الضوابط مع نيابة الأحداث، لأن هي المسؤولة عن الأحداث ومن هم في عمر 13 سنة. أحياناً شنو يكون الضوابط هذه؟ تكون عن طريق الأب إذا كانت الأم حاضنة، أحياناً قد تكون من الأم إذا كان الأب حاضن. نعم. عرفت شلون؟ يعني يكون في أحد قد يشتكي أيضاً أن أنا شفت
ولدي مثلا او شفت حفيدي، وممكن احد يشتكي مجرد مثلا من الناس العامه، من الناس العامه اذا كان مثلا فعل فاضح او يخدش الحياة العام، او مثلا انا شفت شيء بالسوشيال ميديا وسأني، أنا أحس أن هذا الطفل تعرض للاستغلال من خلال مثلاً هذا الإعلان هو الطريقة. ممكن بناء على قانون الطفل يقدر يروح لشرطة الأحداث، يروح شرطة الأحداث هذا مثلاً البوت زعجني أو في ممكن. شيء ترى يا جماعة مخالف، صح. إذن الإنسان أي شخص يقدر يكون رقيب، مو في كل حالة، في حالات اللي فيها خدش للحياة العام، نعم، وفيها مساس بالمجتمع بأسره، نعم. أما في حالات ثانية تستخدم بالسوشيال فقط اللي تخص المجتمع، نعم، لأن هذا يمس اللي الآداب العامة، والآداب العامة يقدر أنه هو يروح أي شخص يقدر يروح، بس اللي يخص الطفل نفسه وأهله ما لحق، ما لحق، ولكن ممكن تحرك الشكوى الجزائية عن طريق مباحث الأحداث، نعم، عن طريق نيابة الأحداث أيضا، عن طريق أصحاب الشأن أخذت حكم حضانة يا الخصم وقال تعال هذه ما أخذ الحضانة، ولكن شوف إيش قاعد تسوي، تطلع ولدي بالسوشيال ميديا وهو تحت 13 بشكل مخل، أو قاعد أستخدمه تجارياً، واضح، أي أطلع منه فلوس أو أستغل مثلاً البنت مثلاً بأن أطلعها مثل ما تكرم الدكتور، أنه يحاولون يطلعون البنت بزينة معينة أو شكل معين ما يناسب قد عمرها. لا يتناسب مع عمرها. هذه الأسس، واضح أستاذة. طيب عفواً أنا بس أسأل، يعني إذا الأهل هم نفسهم يشجعون عيالهم أن يروحون حق هذه المشكلة، يعني الأم تبي أنه والله تفتخر ببنتها، يلا تعالي أنا وديك عند الشركة الفلانية عشان يسوون الدعاية ويسوون هذا وتكونين مشهورة، ويعني صحيح. يعني يصير طيب في هالحالة، هني المشكلة، هذه الدولة الضوابط تكون مني، هذا الضوابط تكلمت عنه، ما تتحمل المسؤولية الشركة، بس هذا السؤال نفسه، لذلك قالت الأستاذة نيفين الشرطة الأحداث غالبا تكون منوطة في المتابعة. طيب حتى الآن احنا لما نعرف حتى ممكن الشركة تحاسب، شنو المعايير اللي من خلالها انا اقول ان هذه الشركة فعلا سوت شيء مخل؟ يعني هل بس الصور اللي يقول عندنا الفاضحة؟ لا، هم حاطين البنود، هم حاطين تسع ضوابط، تسع ضوابط محطوطة مكتوبة، وتكلموا فيها مثلا في مجال الإعلانات والترويج الاقتصادي بغرض الربح المالي، هذه واحدة من الضوابط، نعم، مثلا أنه لازم يكون شيء يفيد الطفل مثلا ديني، أخلاقي، قراءة قرآن مثلا، عنده ميول غناء، موهبة، هواية، موهبة، نعم، معينة. يعني عفوا مثلا إذا فستان جميل احنا بنخليه حق البنت، أيوة، يعني الشركة تبي يعني تسوق لهذا الفستان، نعم، هل يعتبر هذا نوع من إذا كان غير مسيء؟ إذا غير مسيء أمور أخرى، يعني يصلح للبنت أو إنه بس ما نستغله بالاستغلال، يعني ما نستغل الطفلة مثلا بالتربح، نعم، يعني حتى الحاضنة أو الحاضن يسائل، ترى واضح في قانون الأسرة. طيب علشان فقط نكمل بقية البنود، نعم، ومعاك دكتور البند الثالث من القرار جاء نصا لا يجوز نشر صور أو مشاهد تنتهك خصوصية الطفل، نعم، كنشر الأخبار والأحداث التي تتصل بحرمة حياته الخاصة، أو نشر مثلا صورة مثل ما أنت ذكرت عاري أو في ملابس الداخلية أو أثناء، نعم، استحمامه، نعم. أولا هل هذا المنع يشمل الوالدين معاي إذا أستاذة نيفين على أساس الدولين، وثانيا جرت العادة أن يصور الوالدين والأهل مواليدهم خصوصا في اليوم الأول، يعني هل هذا ما يشمله المنع كذلك؟ وفي نشر أخبار مرض الطفل أو إصابته بحادث معين لا سمح الله يعتبر ما يتصل بحرمة حياته الخاصة، البعض يقول والله ادعوا حق ولدي، ادعوا حق فلان ويحطون الصور، أنا راح أخذ وجهة نظر أشوف هالأمور، لكن بداية أنا بأخذ وجهة نظر الدكتور لما يطلع الطفل بهذه الصورة، طفل مثلا نفس ما أنت تقول عاري نسبيا، طفل قاعد يمارس سلوك، يعني احنا هم شفنا بعض الفيديوهات اللي الطفل فيها يقول الفاظ غير لائقه، وممكن الاهل يصورون يضحكون، نعم، هم بس يضحكون عليه، هو حتى مو مستوعب ان الفعل خاطئ فيقوم انه يمارسه والناس تضحك والله يا حليله وما شاء الله بهالسن. على المدى الطويل ما هو تاثير هذه السلوكيات الفيديوهات على نفسيه الطفل؟ استاذه نجمة، المشكله مو مشكله ان الطفل الان غير مدرك، غير واعي، هو بيستانس يصورونه وكانوا يضحكون ويسوون حفله عادي بالنسبه للطفل، لكن احنا نيجي فيما بعد عندما يبلغ الطفل او عندما يوصل الى مرحله الوعي والادراك ويشوف نفسه بهالصور او يشوف صوره انها كانت منتشره عند الناس بهالشكل، نعم، هذا فيبدا يلوم نفسه ويلوم اهله، ليش انا سويت هالشيء هذا؟ شنو الفائده اللي نستفد منها من هالشيء هذا؟ نعم. كان بامكاني ان اعمل شيء ثاني غير هالشيء هذا، ليش سويت هالشيء؟ فبالتالي يعيش في حاله نفسيه لوم الذات وربما تأنيب الضمير، يمكن ايضا يدخل في حاله من الاكتئاب. دكتور مر عليكم اطفال يعني عانوا من ما تعرضوا له في مرحله الطفوله بسبب اهمال الوالدين او بسبب انهم يحققون احلامهم من
خلال أبنائهم طبعًا. يعني أي ضغط كان هو شوف أي مشكلة نفسية لابد من رجوع إلى تاريخ الأسرة ولا رجوع إلى التنشئة الاجتماعية والظروف الأسرية وكيف يعني المعاملة كانت للطفل، هذا شيء لابد منه. فبالتالي لما يشوف الطفل أنه والله استخدم أو أنه استغل استغلال سيء أو حقيقة يعني تعاملوا معاه معاملة سيئة أو التنشئة كانت تنشئة خاطئة بمعنى يا أما الدلال الزائد أو نوع من الحرمان فبالتالي هذا شيء يأثر على فيما بعد. لأن إحنا دائما نقول بالطفولة الإنسان ما يكون واعي وما يكون مدرك، بس لما يكبر جميع الأشياء هذه اللي صارت معاه في الطفولة راح تأثر عليه. راح احنا دائما لما نيجي نحلل شخصيه الطفل او شخصيه هذا الانسان اللي يعاني من اضطراب نفسي نرجع للطفوله مالته، كيف كانت الطفوله؟ هل حصل على نوع من الهدوء النفسي ونوع من الاستقرار النفسي والامور كانت جيده، اشباع للحاجات والاسره كانت متماسكه، حوار تفاهم، او انه كان في نوع من الاهمال وايضا في نوع من احد يعني التسلط او الجبر، احد يتسلط والثاني ما يدري وبالتالي طبعا احنا دكتور راح نرجع معك ايضا هذا الطفل لما يصير شخص بالغ وواعي أي. ما تاثيره هو على اسرته؟ لان انت النشأ لما ينشا على هذا الامر مثلا يتم استغلاله، شلون هو يبلش يتعامل حتى مع اطفاله او ابنائه؟ هل ممكن يصلح ما جرى معاه او في البعض لا ينتكس يمارس ما مورس معاه؟ هذا راح نرجع له، ولكن بس اخذ اجابات دكتور نفيل الاسئله اللي طرحتها. هل هذا المنع يشمل الوالدين؟ المنع اللي يتعلق بنشر الصور، بنشر كذا صور المواليد او انا ولدي تعبان ادعوا له، هل هذه الامور ايضا تندرج طبعا كلنا يعلم في مجتمعاتنا العربيه دائما يصورون الولد بالذات وهو بدون ملابس فرحانين فيه اول ما ينولد هذا معروف عنه. كثير من العوائل والاسر تصور هذا الامر وتخليه عندها بالالبوم، القانون ما تكلم عن هذا الشان، هذه تصور خاصه فيني وفي ولدي وفي عيالي، او اصور بنتي توها مولوده وانا فرحانه فيها اخليها في البوم خاص عندي. الضوابط هذه جت على النشر، ان انا اخذ هذه الصوره مو البعض ينشر. دكتوره انا قاعده اكلمك على النشر، اللي ينشر لمولوده توها مولوده يجوز ان انا اصورها بالمستشفى، وايد يسوون بالمستشفيات تصوير تك 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 يصورون، لكن ان انشرها بشكل مخل بشكل مهذب وعادي ما في لا لا, لا لا خلاف. كل واحد ممكن يحط صوره عياله بالسوشيال ميديا، انا احطها بالستاتو مالتي عادي مع عيالي ما في مشاكل، هذا ما تكلم عن القانون. تكلم القانون عن الأشياء المخلة بالآداب والمساس بكرامة الطفل ونفسية الطفل. هني ايش قال القانون؟ قال يعني لابد أن يكون شيء يفيد الطفل وشيء يفيد المجتمع وشيء ما يخل بمساس الطفل. طيب. والصور أيضا لازم تكون يعني صور مو عارية، صور واضحة يعني حتى لو تتناسب مع المجتمع، حتى انت لو بتضحك او مثلا يعلقون بعضهم اطفال مع اللبانة غيرها، هذه لازم لا بس ينتبه لها شوي، بس ينتبه لها يعني مو باي طريق يطلع. ترى الضوابط هذه مو معناتها لا نطلع اطفالنا ولا نطلع عيالنا لا كذا تسقط حضانتي وكذا، يمكن انا اركز اكثر على الحضانه لان المشاكل قاعد تصير بسبب اذا كان الوالد والوالده على خلاف. تمام، ولكن تكلم القانون عن الشيء الشاذ. طيب واللي ابنه مثلا مريض او شيء ممكن يصوره وهو بالمستشفى وبوضعه والدربات ويقول يا جماعه ادعوا له وكذا، هل هذا في انتهاك ايضا للخصوصيه؟ هذا في انتهاك انا اشوف للخصوصيه، لازم تحذر يمكن في نوع من الاستعطاف يعني الأم او ممكن تبي العطف او تبي بالضبط المشاركه بالضبط الوجدانيه في بعضها اي تحتاج الدعم النفسي بس هل هذا الحين أنا مشروع قانوني؟ انا اشوفه انه يفترض ما يحطون الطفل في وضع وهو مريض ولا يحطونه في وضع دريبات واكسجين عليه وكذا، هذا يأثر ترى حتى على الأطفال اللي يشوفونه. يعني مو بس الحزن اللي يحوشهم حالة اكتئاب، يمكن الدكتور متخصص أكثر مني في هذا الأمر والشأن. الطفل لما يشوف طفل بهذا النوع أكيد يتأثر نفسيا، أكيد أكيد، أكيد إنه أكيد يصير عنده سلوك يعني يأثر، منظر يعني مقزز شوي. أيوة برافو عليك، هذه الكلمة إنه منظر يكون مقزز. طيب أنا بس إذا تسمحين تفضل يعني مثلا إذا أم طرشت صورة ولدها يعني بشكل يعني مو لابس أو شيء من الكلام، طرشت حق رفيجتها، قومي أنت يا رفيجة ونشري الموضوع، هني من اللي يتحمل المسؤولية؟ الأم تشتكي على رفيجتها لأن أنا دزيت شيء بشكل خاص وأنت رحتي نشرتي بشكل ويسحبون كل اللي تم نشر كل من قام بنشر هذه الصورة. طيب هذا كان في البند الخامس، أيضا في بند آخر اللي هو البند الثامن، لا يجوز تعريض الطفل للشهرة
دكتور في سن مبكرة واستخدامها للربح فقط، إذا انطوى ذلك على التنازل عن القيم الدينية والاجتماعية وخدش الذوق العام، الكلام اللي سبق وقلنا، وقتل براءة الطفل على الأطفال الذين يتمتعون اسمه احنا قلنا بموهبة غناء، تمثيل، قراءة، طفل ما شاء الله متحدث، طفل ذكي، عالم رياضيات، يجب أن يكون الاهتمام فيه، وأيضا عرضه لوسائل التواصل الاجتماعي في حدود المعقول عساس ما يتأثر الطفل سلبيا. راح أخذ تعقيبك هالمرة بشكل إيجابي. الطفل لما يحصل الدعم من الناس أو من الناس ما وراء الشاشات، خصوصا إذا عنده شيء قيم قاعد يطرحه، شنو هو التأثير الإيجابي؟ ولكن بعد الفاصل. من بعد هذا الفاصل نعود من جديد مشاهدينا الكرام ونذكر بعنوان حلقتنا الطفل والإعلام. دكتور أنا توقفت وقلت لك صار العكس، الطفل هذا موهوب، يتمتع بموهبة معينة، الطفل هذا شاطر وذكي، والوالد والوالدة شافوا أن ولدنا حاب أنه يطلع ويبين للناس موهبته، وممكن بقية الأطفال يحذون حذو يتأثرون فيه، هل لا بأس في هذه الحالة؟ يعني احنا يعني مو يعني نقول والله وضعنا الضوابط من اجل قتل طموحات وقدرات وامكانات الطفل، لا بالعكس، الطفل مجموعه من القدرات، او الطفل عنده استعدادات كبيره لان يكون بارز واضح، فبالتالي نحن علينا ان نشجع هذه القدرات الموجوده عنده، القدره على مثلا عزف، القدره على القناء، القدره على الرسم، القدرات هذه حتى القراءه بعضهم، اولا احنا قاعدين نشجعه، واثنين قاعدين احنا نبرز القدرة الموجودة عنده، ثلاثة ايضا نعمل نوع من التحفيز للاطفال اللي بسنة انهم يقلدونه يكونون بهذا الشكل هذا، فبالتالي هذا شيء بالعكس هذا شيء لابد منه، شيء يعني شيء مفروض انه يكون، احنا هذا شيء نقول عنه لابد، بس لما نيجي نقول والله استغلال السيء في اشياء لا لازم نحط، لذلك لابد من وضع محددات سلوكية، بمعنى انه اذا قام بهذا العمل بهذا السلوك اوكي ونشجع على ذلك، لكن اذا قام بهذا السلوك او انه يستغل بهذا العمل لا يجب ان يتوقف، لكن الخوف ان الطفل يعني عقب ما انشهر او طلع برز ان الخوف انه مثل ما نقول يشوف نفسه يتنمر على الغير او يستخدم اسلوب طلعت وانا كذا كذا كذا، وينظر بنوع من الدونيه وازدراء للاطفال الاخرين، وتصير عنده مشكله مع الاخرين، لذلك انا اعتقد هنا دور الوالدين الوعي، بمعنى انه يعملون على توعيه الطفل انه والله هذا الشيء من اجل صالحك، من اجل ايضا المجتمع ومن اجل الاخرين، فلا تحاول انك انت تبين نفسك وتشوف نفسك على الاخرين، يعني الضوابط الاخلاقيه هذه مسؤوليه الوالدين في هذه الحاله، شلون تكون متواضع رغم تمتعك بهذه المهاره، لان انت طفل حالك حال بقيه الاطفال، ايوه انت تتمتع بهذه القدره وتتمتع بهذه الامكانيه، فبالتالي احنا نبيك انك تطلع القدرات، بس لازم توظفها بشكل صحيح، ايوه لا تنسى ان الاخرين ايضا عندهم قدرات ثانيه، بس يمكن لظروف معينه ما يقدرون يطلعون القدرات من هذه، لكن انت عندك واحنا قاعدين نسمح لك واحنا قاعدين نشجعك على ذلك، انا اعتقد ان الوالدين هنا ساعدوا الطفل على الظهور وعلى الابراز، وفي نفس الوقت ايضا الطفل عرف شنو يسوي شنو ما يسوي. استاذه نيفين، العكس اذا انعكست المساله وتفاجئنا ان هذا الطفل مثل ما سبق ذكرت للدكتور يتمتع ما شاء الله بمواهب متعدده، الطفل هذا ذكي والله حبه، في هذه الحاله يعني اولياء الامر او احيانا ترى بعض المدرسين والمدرسات يلاحظون فيبلغون اولياء يبلغون ولي الامر ترى ما شاء الله ولدك او بنتك عندها القدرات، احنا ننصحك تاخذ بيده وتسوي كذا وكذا، ايش رايك انت وجهه النظر القانونيه في هذه الحاله؟ لا باس ان لا باس، هو مكتوب بالضوابط ان في الامور الدينيه، الامور الاخلاقيه السنعه، الامور اللي تساعد وتنمي مهارات الطفوله، بالعكس الدوله قاعد تشجع تعطي مكافآت تعطي مبالغ ممكن رمزيه حتى لو تكون لهذا الطفل تشجيع له يقرا مثلا القران او ختم القران، بالعكس في اطفال اولمبيات يعطونهم مثلا مبالغ، يعطونهم كؤوس، يعطونهم دروع، يعطونهم هدايا ايا ما كانت، هاي تشجيعا لهم، فبالتالي القانون لم يتكلم او الضوابط لم تتكلم على المساله الايجابيه، ولكن تكلمت عن الاشياء السلبيه اللي تؤثر على المجتمع وتؤثر ايضا على الطفل وتؤثر ايضا على نفسيه الطفل، هني صارت هذه جريمه تعتبر. أيوة.
طيب والطفل اللي يتمتع بهذه الموهبة أستاذة نيفين واليوم بدأ أنه هو يشاركها الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تدري مثلا البعض قد تكون عنده مثلا موهبة التمثيل، بعض الغناء، وتعاد بعض الشركات تستقطب مثلا، نعم. شو رايك نسوي لك ألبوم، بعض الشركات مثلا أو بعض المنتجين شو رايك تمثل معنا هالدور إذا شيء مباح، نعم. وفق ما جاء بالضوابط، لأن في بعدين مسألة ثانية البعض يطرحها، ما شاء الله هذا الطفل أوكي يطلع في مسلسل أو مسلسلين أو ثلاث، إنزين هو شلون دراسته، شلون وضع الدراسي، إذا هذا الطفل شلون أموره، نعم. بس بهالحالة أمه وأبوه موافقين، بس نعم. هذا الشيء ممكن يأثر على نقطة أخرى اللي هي مستقبله، تصير صارت الأولوية للموهبة على حساب مثلا المستقبل، حتى لو كانت موهبتها نعم. على المدى نعم. الطويل راح تكون هي مستقبله، بس مثلا الدراسة احنا عندنا إلزامية وأولوية لسن معين، طبعا إذا غفل الوالدين عن هذه النقطة من المسؤول عن التنبيه؟ ولدكم غير مواظب، ولدكم المدرسة هي المسؤولة، طبعا المدرسة هي اللي تقول ترى ولدكم ما قام ينتبه، ترى ولدكم أصبح مهمل، ترى ولدكم كذا، وبالعكس المدرسة قد تنمي موهبة التمثيل عنده. في عندنا أول نشاط التمثيل، نعم. تذكرون نشاط الحر، وفي الحر نعم. نشاط التمثيل والشعبي، الرقص الشعبي، وهذه كلها تنمية ترى، نعم. هي نفس يعني نفس الفكرة اليوم موجودة، ولكن كانت في إطار ودائرة المدرسة وزارة التربية، انت تحبين الرقص، الرقص الشعبي، انت تحبين التمثيل، عندنا مثلا برنامج تمثيل او نشاط بس تمثيل. انا اقصد استاذة نيفين لما الولي الامر تصير حتى هو اولويته موهبه طفله على حتى مستقبله، نعم، وهو الطفل غير واعي، فهني منو ينبه ولي الامر؟ المشكلة وزاره التربيه طبعا تقول لهم، تنبههم، ترى المدرسه تقول لكم ان 1 2 3. عندي اشكاليه ثانيه، قانون الطفل لما يتكلم عن حمايه الطفل صار ما عندي شيء الزامي، يعني مو أي واحد من الناس يشتكي كذي مني والطريج في بعض الأمور. على فكرة هي مسألة كبيرة، نعم. يعني ما يقصرون، يردون على التليفون وكل شيء، وفي مراكز والحمد لله الدولة بخير، ولكن فعليا نفس برا بالسيارة لو أبو يطق ولده، أتي الشرطة من بعيد موجودة كذي، يترقبون هذه الحالات، يفتحون الباب ويأخذون الطفل، ما عندي اليوم هذه الآلية، يعني في امور كثيره يمكن ما تم تفعيلها، بس احنا لازم ولا هي موجوده. يعني في لما نتكلم عن الشخصيه الانسانيه في لها جانبين، الجانب الاول يتعلق بالاساس، يعني مثلا كطالب، كعامل، كموظف، والجانب الاخر المكمل الجانب اللي هو الجانب اللي نقول عنه الهوايات والاهتمامات والنشاط اللي عنده، المهارات هذه. فبالتالي احنا لازم ننمي الجانبين، الجانب التعليمي بالنسبه للطفل، يعني يهتم بدراسته ويركز على دراسته، وفي نفس الوقت ايضا ننمي الجانب، يعني لازم نخلق نوع من التوازن، توازن لازم يكون، نعم. في توازن، يعني اكو طلبه شطار في التمثيل، في الغناء، هذا، لكن تعالي في الجانب التعليمي او الجانب الدراسي شوية أقل، والعكس صحيح. فبالتالي إحنا لازم أن نعمل على نوع من، أكو ناس يعني ناجحين جدا جدا في الدراسة، لكن ما عندهم مهارات اجتماعية وتواصل مع الآخر. لذلك أنا أعتقد المهارات الاجتماعية الآن أصبحت ضرورية جدا جدا، ولا بد من غرسها في أطفال قبل ما أن يكبرون. نعم. طيب أنا تقريبا وقتي شارف على النهاية، تقريبا عندي 4 دقائق وعندي سؤالين، اللي ده راح أخذ الإجابات على عجالة ضيوف الأكارم. أول شيء، ضمن البند التاسع اللي أصدرت النيابة، يجب منع تصوير أو نشر أو تداول صور أو مشاهد تتضمن إساءة جسدية للأطفال، كنشر صور أو مقاطع يمارس فيها العنف الجسدي على الأطفال للتباهي أو الاستعراض أو إثارة الضحك، وذلك لزيادة عدد المتابعين أو الشهرة وظهور إعلامي أو حتى كسب تعاطف الناس أو إثارة الرأي العام. أنت اليوم الطفل دكتور لما ينهان أمام الكاميرا ويستخدم كوسيلة لإضحاك الغير، يعني يوم هو قاعد على غفلة فجأة أحد يعطيه كف وهو مال الصدمة، يعني متفاجئ، أحد يصوره وتلاقي التعليقات وعليه مسكين مصدوم، وتلاقي الناس تضحك تضحك تضحك، والطفل اساسا في حاله دهشه. تاثير النفسي، وطبعا اول شيء يعني ثقته بنفسه تهتز، اثنين مفهوم الذات عنده ايضا تنخفض، بمعنى انه لا يرى نفسه انه انسان جيد مقارنه بالاخرين، نعم. يبدا يكره نفسه، لما يكبر عاد نشوف انه يحاول ان يعزل نفسه عن الاخرين، ما يحب انه يشارك الاخرين في خلينا نقول في انشطه، في اجتماعات، في لعب، في اشياء كثيره، لان هذه يعني الحركه او هذا السلوك أثر عليه وما زالت موجودة تشتغل في اللاوعي عنده، مش فقط في ذاكرته، هو حتى لو حاول ينسى، ما شاء الله البعض يقولك هذا مدا يكبر، مر عليه 9 سنوات سوى كذي، قبل 6 سنوات يرجعون يحطون له
الفيديو او الصوره فيرجعون يعيشون ذاك اي يعني هم قاعدين يسوون له فلاش باك يعني يرجعون الصوره وبالتالي له تاثيرات نفسيه التاثيرات النفسيه اللي هي يبدا يكره نفسه ويكره الاخرين ويحاول ان ينتقم يحاول ينتقم لذلك يعني احنا دائما نقول الطفل امانه والطفل نعم. يجب ان نوفر له الجو والحمايه الكافيه من اجل النمو والتطور الجيد استاذه نيفين نفس النقطه اللي هي نقطه استغلال الطفل وبضيف عليها السؤال الاخير على اساس نختم الحلقه لماذا حظر القانون حتى كسب تعاطف الناس يعني مش فقط اثاره حفيظتهم من خلال ضرب طفل او تعنيفه جسديا حتى القانون حظر كسب تعاطف الناس او اثاره الراي العام في نشر الصور والمقاطع في حين من الممكن استغلال حوادث سلبية معينة لتنبيه الوالدين أو حتى الأسر أو المجتمع بس ليش القانون حظر هذا الشيء؟ القانون الآن قانون الطفل على فكرة الفعل هذا أن أعنف طفل وصورة جريمة نعم. يعني فيها حبس معناته نعم. الحبس هذا عاد يعتمد على وضع الطفل نفسه الضرر اللي وقع عليه نفسيا أيضا الضرر الجسدي اللي وقع عليه تتم عقوبة الناشر والمصور لأن في اشتراك هنا يكون ينتبهون الحين لازم ينتبهون نعم لا لازم ينتبهون الطفل أي إنسان مو شرط طفل بالأصل أي إنسان ولكن محور حديثي اليوم الطفل لما أي أنا عنف طفل أصوره إيش حقه لما أي عنفه وأصوره أقوم أنشره بعد ليش لأن في واحد قد يكون يعنف والثاني يصور هذا اشتراك نعم. فيها حبس هذه ينتبهون نعم. لازم ينتبهون فيها حبس مو فرحانين انا اعطيت كف حق الولد انت قاعد تعنفه انت قاعد تعنفه قاعد تطلع فيه ما ادري ايش اقول يعني انا ساعات توصلني صور شيء اتالم كل واحد فرحان في نفسه يدزون والله حتى ما فتش اللي يدزون لي اياه من كثر الالم النفسي اللي انا فيه وانا اشوف طفل قاعد يعنف ويتعذب ويسوي كذي وما ادري ايش يسوي هذا عنف ولا مو عنف هذا فيها حبس لازم الكل يعلم انه فيها حبس في اساءه اساءه طبعا نعم. اساءه من الناحيه النفسيه الدكتور يدري بالامور النفسيه فيها إساءة ومن ناحية القانونية فيها حبس مو بس نعم. مسألة طوف كذي وحتى المجتمع نفسه بأسره هو قاعد يستفز المجتمع بهذه الصور طيب وكسب التعاطف ليش حتى القانون يحظر كسب التعاطف يعني لا تحط لي طفل بوضع حزين طبعا لأن هذا يأثر يعني هذا تعاطف هذا نوع من أنواع التعاطف استغلال الناس فيها استغلال عاطفي اي استغلال عاطفي أنا قاعد أستغل البعض يعتبره لا درس يعني شوفوا أنا صار مع ودي كذي فأنتوا تعظوا لا هذا مو درس هذا تشهير في الطفل وهذا ان انا قاعد اكسب عطف الناس لهدف معين ولو ما كان له هدف او غايه معينه بحد ذاته السلوك هذا تقولون غير قانوني غير قانوني فامتنع عنه نعم طيب مرفوض بعد نعم. مرفوض غير سوي دكتور نعم. في الختام انا عندي فقط نقطه واحده ذكرت لك اياها قبل الفاصل اللي قلنا نقول الطفل اللي ينشا في هذه الظروف او الطفل في مجتمعنا اليوم طفل السوشيال ميديا طفل الاعلام الالكتروني لما يكبر ويكون رب اسره او تكبر البنت هذه وتكون ام ما هو تاثيره على الاسره الكويتيه مستقبلا او الاسره اللي تعيش في الكويت طبعا يعني بإيجاز دكتور احنا انا مثل ما قلت لك ان اولا الطفل الكويتي الان صحيح كل شيء متوفر له لكن ما السعاده والوناسه والنفسيه يعني مش ولا بد لذلك انا اعتقد لما يكبر ايضا يصير يا اما يحاول ان الشيء اللي صار معه ايضا يحاول انه يسوي مع عياله او انه يحاول انه لا يتجنب ان اللي صار معه انه يتجنب ان هذا الشيء يصير مع عياله فأنا أعتقد هذا يعتمد على شخصية الفرد ومدى قناعته أو عدم قناعته بالشيء اللي سواه أيام الطفولة فأنا أعتقد أن الكثير ما أعتقد يرضون بهالشيء هذا خاصة إذا كان في نوع من الإساءة أو كان في نعم. نوع من التحطيم للذات أو كان في نوع من يعني شيء نعم. يعني غير جيد وطبعا حتى اللي يبي ينتهج نفس النهج اللي مورس عليه اكيد استاذه نفيد تقول نعم. لا اذا انت ما انتبهت او ما وصلت النضج الكافي صحيح. حتى نعم. في تعاملك مع عيالك لما كبرت لانه مورس هذا الشيء معك انتبه من القانون صحيح. لانه هو راح ينظم نعم. هالعمليه نعم. صحيح. كل الشكر لكم ضيوفي الاكارم على وجودكم معي في هذه الحلقه شكر للدكتور حسن موسوي استشاري نفسي واجتماعي وكذلك الشكر الى الاستاذه نفيد معرفي مشكورين ايضا مشاهدينا الكرام كان عنوان حلقتنا الطفل والاعلام التقيكم الاسبوع المقبل وحلقه جديده في امان الله